المصوتين بنعم. الوكالات بنعم. بالإجماع صدق مجلس الأمة على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات خلال جلسة علنية غابت فيها أحزاب المعارضة. وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي أكد أن المصادقة على القانونين الجديدين بمثابة شهادة ميلاد نظام جديد سيجسد طموحات الشعب الجزائري. يكتسي هذان النصان أهمية بالغة على أكثر من صعيد، فهما يرسمان القطيعة بين الممارسات القديمة التي كثيراً ما طبعت العمليات الانتخابية في بلادنا، والتي غالباً ما أضفت عليها الكثير من الشك والجدل حول صحتها، وهما يجسدان إرادة شعبنا في التغيير وحقه في اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية. انتخابات حرة بعيدة عن الإدارة وكيفية الحفاظ على صوت الناخبين والمساواة بين المترشحين للرئاسيات من بين أبرز النقاط التي توقف عندها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة التصويت. نظن هذه اللجنة إذا كانت مشكلة بالصيغة اللازمة اللي راهي موجودة في القانون، وتكون عندها متابعة في الولايات البلديات حتى آخر مركز، حتعبر عن انتخابات نزيهة وشفافة. عملت لجنة الحوار نظن أنها بلورت الأغلبية الغالبة من مطالب الحراك، ولما رأيناها تجسدت في مواد قانونية يعني ارتأينا أننا يجب أن تمرر. مررنا القانون، والهدف الآخر في سبيل توحيد الكلمة، في سبيل الذهاب للرئاسيات بأسرع وقت ممكن. وبالمصادقة على القانونين الجديدين تسير الجزائر نحو إجراء انتخابات رئاسية تكون فيها الكلمة للشعب.